طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع المصدر أونلاين، نوران تطالب بإطلاق سراح والدها الذي اعتقل وعمرها 6 أشهر. ومن موقع يمن مونيتور، باعوا المواشي يشتكون من نقاط تفتيش خصصها الحوثيون لنهبهم. صحيفة فرنسية، في اليمن السلام ما زال بعيد المنال. أهلا بكم. كان لديها حلم واحد، لكن لا مكان للأحلام في زمن ميليشيا الحوثي، فوالدة أحد الصحفيين ماتت وهي تحلم بلقاء ولدها المعتقل بلا ذنب في معتقلات الميليشيا، وعنون موقع الصحونت. وفاة والدة الصحفي عناب وهي بانتظار خروج ولدها المختطف لدى الحوثي منذ 5 سنوات. وقال الموقع إن والدة حسن عناب توفيت بعد سنين من انتظار ولدها، وتعتقل ميليشيا الحوثي الصحفي عناب مع 9 آخرين في صنعاء منذ 2015. ومؤخرا أحالت ميليشيا الحوثي الصحفيين المختطفين إلى ما يسمى المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرتهم، ورفضت منظمات حقوقية محلية ودولية هذا الإجراء، وحملت ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحفيين. وكانت مصادر مقربة من أسر الصحفيين قد أكدت للصحونت أن ميليشيا الحوثي تمارس إلى جانب التعذيب الجسدي التعذيب النفسي للمختطفين، وتطلب منهم الاستعداد للخروج من السجن، وتوهمهم بوجود صفقة تبادل ومن ثم تنقض العهد. وعن ذات المأساة التي يعيشها الصحفيون اليمنيون في معتقلات ميليشيا الحوثي، ولكن من جهة أخرى يسرد موقع المصدر أونلاين ما حدث لتوفيق المنصوري، فحين اختطفه الحوثيون في صنعاء كانت طفلته نوران لا تزال بعمر 6 أشهر، والآن عمرها 5 أعوام تقف تحت الشمس القائضة تردد هتافات لا تعيها للمطالبة بإطلاق سراح والدها. لم يكن العالم وهو يحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف 10 ديسمبر يصغي لهتافات نوران أثناء تجمع الصحفيين مع ذوي المختطفين في إحدى زوايا المدينة، وهم يهتفون للمطالبة بالإفراج عن 10 صحفيين يواجهون أحكاما بالإعدام لوحت بها محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء. إذ لا إجابات تتلقاها أسر الصحفيين المختطفين منذ سنوات، باستثناء أخبار مفزعة عن تعرضهم للتعذيب والضرب وتدهور حالتهم الصحية، فضلا عن محاكمات سرية واتهامات تعسفية والتهديد بالإعدام. وصف وضاح شقيق الصحفي المختطف توفيق المنصوري المحاكمات التي أقدم عليها الحوثيون بالخطوة الهزلية، خصوصا أنها جاءت بعد 2 من إعلانهم الموافقة على الإفراج عن توفيق وزملائه مقابل أسرى لدى الشرعية. وقال بغض النظر عن مشروعية العرض المقدم من ميليشيا الحوثي في صفقة تبادل بين صحفي اختطف من مقر عمله وبين مقاتل حوثي تم أسره من الجبهات وهو يحمل السلاح، إلا أننا أصبحنا نراها مخرجا لإطلاق سراح الصحفيين المختطفين، ومع ذلك تستخدم الميليشيا هذه الورقة للضغط والمساومة واللعب بمشاعرنا. الانتخابات البريطانية وأثرها على القضايا العربية، تحت هذا العنوان نشرت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها وجاء فيها: تعرض حزب العمال البريطاني الذي يقوده جيرمي كوربين والمعروف بتبنيه لسياسة عامة داعمة للفلسطينيين وللقضايا العربية إلى هزيمة لم يسجل مثلها منذ عام 1978، في حين سجل حزب المحافظين البريطاني برئاسة بوريس جونسون الذي اشتهر بإساءاته للأقليات والمسلمين انتصاراً كبيراً في الانتخابات البريطانية. غير أن المفارقة الكبيرة في هذا الزلزال السياسي كما وصفه جونسون، وأن القضايا الأيديولوجية والاقتصادية التي عادة ما تكون عوامل مؤثرة في أي انتخابات قد تراجعت وتقدمت عليها قضايا القومية والهوية. على الصعيد العربي، فقد كان لافتاً ترحيب إسرائيل السريع بفوز بوريس جونسون واعتبارها ذلك نقطة تحول في قضية المعاداة للسامية. سيركز جونسون وحكومته المقبلة على احتواء التأثيرات الاقتصادية والسياسية لمسائل خروج بريطانيا من الاتحاد البريطاني،
ومجابهة خطر تفكك الاتحاد البريطاني نفسه، وبالتالي فإن السياسات الخارجية للمملكة البريطانية لن تكون أولوية، كما يفترض أن يتأثر انتظام بريطانيا ضمن أجندة السياسات الخارجية الأمريكية بأوضاع ترامب نفسه وبوضعيته بعد خروجه من إجراءات عزله ومحاكمته بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. من جهة أخرى، فإن حصول المحافظين على الأغلبية في مجلس النواب سيعني أن جونسون سيكون للمرة الأولى قادراً عن التعبير عن سياساته الحقيقية الداخلية منها والخارجية. صحيح أن الكثير منها يمكن استشفافه من تاريخه الإعلامي والسياسي والبقع السوداء فيه التي تمثلها تصريحاته العنصرية ضد المسلمين والسود، لكن الجلوس على كرسي رئيس الوزراء حتى في ظل المثال الترامبي الفظيع سيرتب على جونسون رصانة وقدرة على الموازنة والتدبر، وستكون هذه كلها عناصر لحكم التاريخ على رئيس وزراء لبريطانيا لا يشبه أي من الذين سبقوه، لأن أفعاله وأقواله اللاحقة ستحدد مصير بريطانيا نفسها التي قد تزدهر من جديد أو تتفكك للأبد. خصصت ميليشيا الحوثي نقاط تفتيش في منافذ العاصمة صنعاء لمنع دخول المواشي مجانا، وفرضت على كل ماشية مبلغا ماليا وفقا لموقع يمن مونيتور. إضراب مفتوح لبائعي اللحوم والمواشي في صنعاء احتجاجا على جبايات الحوثيين. وأعلنت نقابة بائعي اللحوم والمواشي البدء في إضراب مفتوح بأمانة العاصمة صنعاء احتجاجا على حملة الاعتقالات التي تشنها جماعة الحوثي في صفوف منتسبيها وفرض جبايات ومبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح. وقالت النقابة في بيانها الذي أعدته الخامس إن الإضراب بدأ يوم الخميس متمثلا بإغلاق محلات بيع اللحوم وأسواق بيع المواشي بالأمانة، وأرجع ذلك لما يحصل لمكاتب المسالخ وأسواق اللحوم بالأمانة من تعسف وابتزاز بمنافذ العاصمة والاستمرار بفرض مبالغ مالية غير قانونية بقوة السلاح. وأشار البيان إلى نزول حملة اعتقالات لأصحاب المحلات بصورة مخالفة للنظام والقانون ونقض للعهود والاتفاقات. وفي إشارة إلى عدم التعويل على الحوثيين في أي اتفاق، قال أحد أعضاء نقابة بايع اللحوم: جماعة الحوثي قامت بنقض جميع اتفاقيات رفع النقاط المسلطة على بائع اللحوم ولم تفي بأي نقطة تم الاتفاق عليها. طغاة امبراطوريات الأقزام، تحت هذا العنوان كتب أمير طاهري مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: في أغلب الحالات يسقط الزعيم المنعزل عن واقع وحياة الناس ضحية داء التوحد السياسي، أو بما هو أسوأ حالة الاغتراب التام، فهو غير قادر تماماً على التواصل الطبيعي مع المجتمع من حوله. يفتقد الزعيم المنعزل عن الواقع الشعور بالتمييز بين العالم الحقيقي والكون الحالم الخيالي الذي هو من بنات أفكار الحاشية الملاصقة له على الدوام. في الآونة الأخيرة علمنا أن الطاغية السوفيتي جوزيف ستالين في أوج سطوته وذروة قوته كانت قدماه بالكاد تطآن خارج مبنى الكرملين، وكان رافائيل تروخيو الدكتاتور الأسبق في جمهورية الدومينيكان في خمسينيات القرن الماضي قد قرر تجميل قصر الحكم في سانت دومينيغو ولا تتجاوز مساحته الكيلومتر المربع الواحد بمنارة عملاقة كانت تستهلك نصف كهرباء الجزيرة وحدها. ومما يؤسف له للغاية أن تروخيو أصيب بالعمى مع اكتمال بناء المنارة، وأمضى بقية حياته يتخيل الضوء الباهر الذي تبعث به لعبته البائسة عبر أمواج البحر الكاريبي البعيدة. وغادر دكتاتور هايتي الأسبق فرانسوا دوفاليه والمعروف شعبياً باسم بابا دوك قصره المنيف بمساحة كيلومتر مربع واحد لمرة واحدة فقط من أجل دفن كلبه المحبب. واليوم تقتصر إقامة رئيس النظام السوري بشار الأسد على قصر لا تتجاوز مساحته الكيلومتر المربع الواحد في العاصمة دمشق من دون أي فرصة للخروج أو التجول في أجزاء أخرى من بلاده التي مزقتها الحرب الأهلية. أما الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس الشهير فيزعم أنه قد منع بشار الأسد من الفرار نظراً لأوامر علي خامنئي ببقائه حيث يقيم، مما يعني من حيث الممارسة العملية أن بشار الأسد قد صار أسير قصره المنيف كمثل علي خامنئي في طهران سواء بسواء. واليوم أيضاً تنحصر إقامة الحوثيين في الشمال.
قبل الحرب كانت الفنون اليمنية غالبا تجارب مهمشة وخافتة الحضور، واستمر الحال كذلك بعد الحرب على العكس مما حدث للتجارب السورية والتونسية والمصرية بعد 2011. وتظل هذه المفارقة تطرح السؤال الأصعب حول علاقة البعد السياسي بالثقافي وعلى التقاء الاثنين مع المؤسسات الغربية وتصادمهما معها، وتعنون صحيفة العرب الجديد أن ترى صنعاء فوتوغرافيا الشارع والحياة اليومية. وقالت الصحيفة إن التجربة الثقافية اليمنية المهاجرة في المنافي رغم أنها ليست بحجم التجربة السورية إلا أنها حاولت تشكيل روابط أو مجموعات عمل تقدم صورة من اليمن وتاريخه والفن فيه ويوميات الحرب الطاحنة التي دمرت البلاد. من ضمن هذه التجارب تلك المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي الذي يعد أبرز أشكال الفنون في حالات الحرب والصراعات، فهو بالإضافة إلى ميزته التوثيقية والواقعية يمتاز بالقيمة الجمالية أيضا. في هذا السياق ينطلق معرض أن ترى صنعاء الفوتوغرافي الخميس في 19 من الشهر الجاري في مقهى فينش بلندن بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني في صنعاء. تركز الصور على الشوارع والحياة اليومية فيها، من الأسواق إلى حركة النساء والأطفال وصولا إلى العمارة والبيوت والحياة في ظل صعوبة العيش والعقبات التي تجعل من العادي أمرا بالغ الصعوبة. التكلفة الهائلة للسباحة السياسية في فضاء الوهم. تحت هذا العنوان كتب محمد الرميحي مقاله المشهور في صحيفة الشرق الأوسط. الأخبار القادمة من بيروت ومن بغداد لا تختلف كثيراً عن بعضها في المقاصد. هنا وهناك جهود مبذولة من أجل إطفاء الحراك الشعبي والذي هو في أصله ومراده التخلص من النفوذ الإيراني وعودة الوطن اللبناني والعراقي إلى أهله. صلب الموضوع أن إيران مستميتة في البقاء عند دفة القيادة في كل من لبنان والعراق، واللبنانيون والعراقيون يناضلون من أجل تخليص دفة القيادة الوطنية من أيدي جماعات الولاء الإيراني. في الداخل الإيراني يجري القمع باسم الفقيه المعصوم. نحن أمام مشهد تموت فيه السياسة لصالح اللا سياسة، ويظهر بديلا لها القمع العاري أو التشويه. لقد وصلت إيران بسبب ظروف مختلفة ومعقدة إلى السيطرة على جزء غير يسير من أرض العرب، واعتقد متخذ القرار في طهران أن ذلك نهاية المطاف وأن وجوده يمكن أن يقبل بقوة السلاح. كلا الحراكين اللبناني والعراقي يثبت العكس، فالروح الوطنية اختبأت ولكنها لم تنطفئ في المكانين. من البساطة أن يقتنع أحد في هذا المنعطف بأن النظام الإيراني يرفع راية الاستسلام في الساحتين اللبنانية والعراقية، ولا يزال لديه رأس مال من البشر يمكن أن يسير معه في قتل السياسة بالبندقية وإحلال العنف محل التوق إلى الحرية، إلا أن استراتيجيته تلك تواجه بالمقاومة وبعضها يواجه الخسران. نظرية الولي الفقيه في السباحة في فضاء الوهم ترتكز على أن وجود نفوذه في الجوار الغربي لحدوده في أرض العرب يبطئ أو يؤخر انتقال المعركة إلى الداخل الإيراني. ليس أكثر وهماً من تلك النظرية، فالداخل الإيراني يشهد أيضاً حافة الحدود القصوى للصبر ويلتاع من اضطهاد مزدوج سياسي واقتصادي، والأمر ليس أكثر من وقت لتنفجر القوى الداخلية الإيرانية أكثر مما انفجرت في الأشهر والسنوات الأخيرة. تضاءل القتال في الحديدة في غرب اليمن الذي دمرته 5 سنوات من الصراع منذ اتفاق وقف إطلاق النار في هذه المدينة الاستراتيجية الذي أبرم فيها قبل عام واحد فقط تحت رعاية الأمم المتحدة، لكن السلام لا يزال بعيد المنال وفقا لتقرير صحيفة لوبوان الفرنسية والتي عنونت اليمن: العنف يتراجع في الحديدة لكن السلام ما زال بعيد المنال. اتفقت الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية ومتمردو الحوثيين المدعومين من إيران على وقف إطلاق النار في 13 من ديسمبر 2018 في السويد. تناولت هذه الاتفاقية بشكل خاص سيطرة القوات المحايدة على ميناء الحديدة، المدخل الرئيسي للواردات والمساعدات الإنسانية الدولية التي تصل إلى اليمن. لكن المنطقة التي تمتد من مضيق باب المندب إلى الحديدة على البحر الأحمر لم تشهد سوى هدوء نسبي منذ اتفاق 2018، وتتصاعد مخاوف السكان من استئناف القتال في أي وقت. وقالت ريما صالح إحدى سكان الحديدة لوكالة فرانس بريس: لقد خفت المصادمات لكنها لم تتوقف بالكامل بعد مرور عام،
لم يتم تنفيذ الاتفاق بعد الوضع الهادئ نسبيا، والوضع الهادئ هذا أيضا يمكن أن ينفجر من لحظة إلى أخرى تقول. ويتابع التقرير الذي ترجم خصيصا لصالح قناة بلقيس: استولى المتمردون الحوثيون على مساحات شاسعة من اليمن في عام 2014 بما في ذلك العاصمة صنعاء والحديدة. وتصف الصحيفة الفرنسية الحوثيون وتقول إنهم فرقة متمردة متمركزة شمال البلاد، ويقول أعضاؤها أنهم يثورون ضد التهميش الذي عانوه من قبل الدولة المركزية. في حين توقف القتال في الحديدة إلى حد كبير منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، سجلت الحديدة 799 ضحية من المدنيين منذ توقيع الاتفاقية، وهو أعلى عدد من القتلى في البلاد. وتقول الصحيفة إن ربع الضحايا المدنيين في اليمن سقطوا في عام 2019 بمحافظة الحديدة، حيث رحبت الأمم المتحدة، أي أقصد ربحت الأمم المتحدة بتقدم أو بالتقدم المحرز على أرض الواقع، ولا سيما إنشاء نقاط مراقبة في أكتوبر من قبل طرفي النزاع اللذين يتهمان بعضهما البعض بعدم تطبيق شروط الاتفاق. جيل هذه الثورة وجيل محترفيها من المتكلمين، تحت هذا العنوان كتبت دلال بزري مقالها المشهور في صحيفة العربي الجديد. الثورات نفسها هي التي تصنع الثوريين، وهذه تجربة يستحق ويستطيع أن يخوضها أبناء الجيل الجديد وحده من الذين لم يتجاوزوا 40، وهذا القانون ينطبق عليهم وحدهم. هم ليسوا ثواراً بالوراثة أو بالعقيدة الثورية الموروثة أيضاً والمعتزة برياديتها أو باشترار كلمة الثورة كيفما اتفق أو بامتهان الثورة جاهاً وامتيازات ضئيلة واعترافاً بالقيمة الشخصية أو بادعاء الثورية يميناً شمالاً أو بالتكبر الأخلاقي على غيرهم المحرومين من لقب مناضلين. هؤلاء لم يصنعوا الثورة، واكبوها، تسلقوا على غصونها، شاركوا في تظاهراتها، بثوا رفاقهم في صفوفها، ولكنهم لم يصنعوا الثورة. فيما الشباب الذين أشعلوا الثورة لم يكونوا على بينة من أمر فاعلتهم هذه من أنهم يصنعونها، وهؤلاء هم أهل الثورة، وهم الآن في طور تكون ثورتهم، تبلورها على أيديهم وبتجربتهم الخاصة. لماذا هذا الجيل بالذات؟ لأن الثورة سوف تطول ولن تؤتي ثمارها في القريب العاجل، والشباب أمامهم عشرات السنوات لكي ينضجوا ثورتهم بعد المرور بكل أنواع التجارب التي سترهف مخيلتهم وتشحذ طاقاتهم. أمامهم ما يكفي من الوقت ليخرجوا، وقد ابتدعوا طرقاً وأطراً وأفكاراً جديدة هي من صلب تجربتهم المباشرة. أيضاً لماذا هذا الجيل بالذات؟ لأنهم جدد على ندواتهم الأولى، لم يفسدهم النظام كما أفسد آباءهم وأجدادهم، لم يحتكوا بالفساد، لم يضطروا إلى التعامل معه يومياً أو يتعايشوا، لم يبتزوا به كما حصل مع الغالبية العظمى من الذين تجاوزوا الآن 40 وما فوق. إنهم أبرياء من الرياء والمجاملة وكل أشكال التوافق والفساد الحزبي. اتركوهم يصنعون تجربتهم، انظروا إلى بساطتهم بصفتها الخام الفطرية الصادقة، وإلى عظمتهم وقد أزاحوا جبالاً عن صدورنا. نشرت صحيفة التايمز مقالاً افتتاحياً تتحدث فيه عن انشقاقات في الاتحاد الأوروبي ترى أنها ستتعمق بخروج بريطانيا. تقول الصحيفة: عندما كان الناخبون البريطانيون يقفون في طوابير أمام مكاتب الاقتراع، كان قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون أول اجتماع لهم في بروكسل دون بريطانيا منذ 50 عاماً. ولعل أصعب مشكلة عرضت في الاجتماع في التصديق، وهي التصديق على ميزانية الاتحاد لفترة 7 سنوات، مما زاد الأمر تعقيدا، وهو خروج واحدة من أكبر الدول مساهمة في الميزانية. في بريطانيا تساهم بنحو 10 مليارات جنيه استرليني سنويا في ميزانية الاتحاد، وتتسبب خسارة هذا المبلغ توترا بين الدول الكبيرة مثل ألمانيا التي تسعى إلى تحديد سقف مساهمة الأعضاء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي حتى تتفادى زيادة مساهمتها في الميزانية. وترى الصحيفة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له تأثير مباشر في الميزانية،
ومع فوز المحافظين بأغلبية واسعة وتمسك جونسون بتعهداته في الحملة الانتخابية بأنه لن يطلب تمديدا، فإن التوتر سيزداد بين الطرفين العام المقبل في مفاوضات تحديد طبيعة العلاقة مع بريطانيا. وتضيف أن المفاوضات بشأن علاقات تجارية جديدة لن تكون سهلة، فالمرحلة الثانية ستكون أكثر صعوبة بالنسبة للاتحاد الأوروبي من المرحلة الأولى التي تميزت بروح من الوحدة بين الأعضاء. فتفاصيل الاتفاقية التجارية ستدخل فيها المصالح الوطنية لكل دولة عضو في الاتحاد، من بينها حقوق الصيد البحري والتبادل التجاري، وهذا هو الجانب الذي سيكون فيه التوصل إلى اتفاق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة. أبرز الأحداث وأهمها كما وثقتها صحيفة الجاردن البريطانية عبر مجموعة من الصور التي نشرتها اليوم. يتسابق رسامو الكاريكاتير مع كتاب الرأي وأصحاب طرق التعبير الأخرى لطرح وجهات نظرهم بصورة أسرع وأكثر اختصارا، ولابد أنهم يفوقون الجميع في اختزال الكثير من الأفكار. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا اليوم. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.